then is the children of the poor like that? سبعة اثنين 2012 حي باب عمر، احدى الملاجئ التي تنطون بها السكان الذي دمرت منازلهم بالكامل اثار القصف العدواني الاسدي لهذا الحي. اطفال رضا نساء يقنطون في هذا المكان الذي لا يصلها اي شيء، لا خبز ولا ماء. طيب كيف عم تقدروا تتنفسوا هون بهالمكان هيدا؟ من هذا الملجأ نوجه إغاثة إلى دول العالم وإلى الدول العربية بالأخص، أن تقفوا مع هذا الشعب الذي يناديكم أكثر من 10 أشهر، ولكن للأسف لا تسمعون ولا ترون. أما كانت أطفالكم مكان هذه الأطفال ماذا تفعلون؟ ما